ديما المشاكل كما تشوفوها شحال ديال البعد اللي المسافه اللي كاينه ما كايناش حتى 5 متر وما كايناش ما بين المنازل والشركه اللي كاينه. تشوفوا عندهم مجموعه من الاضرار، عندهم تشقق في المنازل والفلاحه بشاليهم الماء داوني من الماء كلشي بشاليهم، وعندهم متفجرات مجموعه من التفجيرات كيديروا متفجرات جنب المنازل ديالهم وداك. مجموعه من التهديدات كيواجهوها، كيستغلوا السلطه ديال المنطقه كيضغطوا على الناس اكثر من مره كيضغطوا عليهم. دوار هو وراء ولاد صالح اقليم النواصر، انا من الساكنه اللي بجنب المقلع كنعاني واحد المشاكل كبيره، وانا من الناس الحقوقيين ديال ولاد صالح في المنظمه المغربيه لحقوق الانسان اقليم النواصر. عندنا مشاكل كثيره كنعانيوها من هذه الشركه ديال لافارج، وانتم كتشوفوا هذه الحاله اللي كتعيشوها دابا، وهذا المقلع هذا ما عنده لا ترخيص لا والو. الشركة راها تضر المنطقة بزاف من الغبرة، من المشاكل ديال المتفجرات، المشاكل ديال تيخدموا في الليل بدون قانون، ما عندهمش كاع الحق يدوزوا فوق الطريق هذه نهائيا. الطريق راها ديال المواطنين اللي خاصة الشركة تتخالف القانون، وكتخالف القانون يعني هاد الشركة راها تتظلم على المواطنين بزاف على الحقوق ديالهم. وعندنا واحد المشاكل كنعيشوها في هذه المنطقه، الفلاحه مشى ليهم الماء، مشى ليهم جميع الابار ديالهم، ما بقاش فيها الماء نهائيا. تتقيد الوثيقه من الوثائق اللي صور لنا دليل الاتفاق الشركه ديال لافارج الساكنه اللي هي تحت اشراف الكاتب العام العماله مدلودانت، اللي غلا الالتزامات من الشركه ديال لافارج مقابل الانشاء نصمتنا اللي كان الموضوع النزاع على الليكوان. وكان الى السؤال غنى غنغرى الوثيقه لان جيت نتفى ان سند يمثلن الساكنه. وكان الى السؤال غنى خلال اولا ما كنها نغرى الوثيقه هذا ما كيستنيت، ثم ثانيا ما يفكان تفويض يمثلنا سينيتسن من الاساس افنو في الساكنه بشكل بصفه عامه. إذن إلا كان تصويت قانوني غدا نمتنو كلودن إساسنا شكون باش يساولي أنا غيسك وقع كالإتفاق باسم كل السكان، أنا خصني درست لي وكالة خاصة نساكنة جميعا كريكة تنزيس منس مدن لي درت للأهلية القانونية سيدي درسنا الصفة المصلحة، بمعنى كاني وكالة سيدي درسنا المصلحة الخير لنا. هذا اللي يمكن مدنا توقع بالسميه الساكنه شكون غير غادي ستنين لبعض مثلا كثير مدنا ولا سنف كي التفويض ولا نوقع نكني ولا نسنف حتى هي الحاجه الجمعيات اللي نصغنا ولقيت اللي حتى هي نقول الله يجزيك بخير افكار تنينك في الوثيقه هذا، ولكن الخير غادي نكني راه غادي تبيان سياسه الطريقه ملكيني غادي ولاد لينا ركدنا في الموقف، ولكن ركنا الموقف نكني بالنسبة لنا غي كلام في عمر البلاد اشكون كلام تعتبر المنطقة نسوس تيميز غير نسوس تلقى جزء لا يتجزا. ركتني ان الساكنة المنطقة ولا المنطقة من الناحية الايكولوجية البيئية كتروى بيئية وطنية اولا، ثم كتروى نيتسوس بيئية الإيكولوجية، أن المنطقة النهن ولدها ونصامح إلى أبد الدين في الجريمة التي تسكر معنا كنا رسلنا عيك هذا إلى آخر نتيجة جريمة اللي نسكر شم الشركة النبعدة أولا نصنع نوعيا الشركة التي كانت غلاد من منوعين نوعية الصناعات تيومنا كل العالم المتحضر اللي تحترم المعايير البيئة المعايير النمية المستدامة، لانه الاضرار التلوث اللي تسكر تطلع كل الاستثمارات المصالح اللي تسكر على المنطقه النا ولا على المناطق ديالنا الوعره، لانه
الطاقة اللي تستخدم، الخير اللي كله تستخدم باش تصدي المنتوج النزري اللي تعتمد على النفايات السامة اللي تستغنس الأطنان بشكل مخالف للقانون والدول الأوروبية، تسخير الخير من المقبرة على بلاد المغرب، تساوي من الدين كل نسخ النار تسسم تنكس. وكانت في طبيعة الحال وغير الحاجة ما بني على بطيط السرين، بني على هو بطيط غيرنا فيه الخير منا بطيط شكوال قلنا ولا متنا ولا تزانين ولا غولي متنين ولا الفرشة المائية اللي لنغض الوكل هكي كنت تدعونا تدعونا غمين اللي تسخشونين غني جلس السبب اللي غلنا عنا باش تسخن الإعدام الأشجار الفرشة المائية التلوث. واخا المنطقة اللي تنيتي الجامعات ولقيتي اللي واركان، ولكن نتي الغبار اللي خلنا مئات الكيلومترات، يوت البهايم يوت الماشية يوت الأشجار والوركان ولا تين اللوز ولا تين الزيتون يوت يوت الدوا كلمة أمان العيون. وكان الخلايا تلقى جريمة إيكولوجية كاملة طلع المصير بطبيعة الحال. غيك لي ستينين طماع ورا فلاس تقلو أبدا كذاب نتي تلقى معنا كالي سوا 30,000 درهم الهكتار في كاين سنة بستة. علاش شكون السن ما تسكرنتني باش طمعني مدنا الزنزن لوحنا كلنا نغدى خلافات، لأنه عكليس أننا النفس أمارتهم بالسوء بلا بالطبع، وأنه يوم ظلمي كيخصيت هذه الدور يضن. وكان الشيطان اللي تلوح الأفكار في الإنسان باش يسكر الابتزاز باش 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 نكني الخير، ولكن نفك الموقف فيما يخص السرعة الغير، ولكن نفك بعد هذا الموقف مبدئي من الموضوع ككل الشركة أنها نريد لخصيت الشملات عندنا ولا سجلت باش تزوري التشكيك غير التنية زي عدلنا غير الجامع الزينة غير سكنا غامان سكرنا غير سكرنا غير نميات غير واجب حق من حقوق المواطنين المغاربة كلنا سيسخون الدولة الأجهزة الساكنة ذيئة المجتمع المدني ماشي دوار كان الزنسة مازال نسخون للسار وصل استعمار الدولة التنمباس أنتني تيرا صقر تيرا وانا تيرا سخن. لا غني قال الخطأ المنطلق المشروع هذي قال خاطئ لي تقول الساكنة كنا وكان غلادة تيرا تحمل المسؤولية لمشاكل الدلالية صلى الله خلال ديال الجزء كيقا اللي كان ثانوي وهامش على المشكل، في حين أن المشكل هي مشكل بيئي إيكولوجي بالنسبة للمنطقة هي سندان المنطقة كل تنشتو كيتبها ولا المنطقة تردن لتنوع للنور المظنة ولا حتى حتى بالنسبه للشمال في اتجاه نيت من اليمين قور نيت من اللولا نزيكيز الكرامكم المنطقه وقدرت مناطقنا كلنا الكرد نسمى قاد المعباد ومسكرون. اذا انا خيرنا يتباهني كخطا فادح وكان غادي الجزء الاول فيما يخص الخير ديالي في كل مستوى غير الصراعات اللي بعدين الخيرنا اتيت نيت نيتيات الجميع هي المجموعة السينية المجموعة والسينية يبقى بغير السينية المجموعة غير التلاعب غير التوقيع نسنا الله والليلة إلا مشكلة غير خير مشكل قانوني يجب أن يحسن فيه القضاء هو الأولى، لأنه لم يكن نكرا الحاجة تيوسكار لا غرس ولا ولينا وليت نزل كرانيا كان طرف وكاد في إطار الشيعة يعني نزل كرانيا خير ما تيخصد بدونه هذا الدور سكر لك لطرونديت الترفونسي وكانوا نميز عليك ودان الخيرنا ولي الناس يمزف لس تعويض أما ما حد الله تزود الشيء على الخيرنا ولدي أنا الخيرني اللي لقيت مشكل قانوني يخصم اللي قاني مشرف في الخير بخصوص السلطة وهذا الشركة الله فارغ الدرجة اللي قد معنية أطلق القانون تحت عرض هذا هو كملاحظة أولية. طيب لسنان المال السعيب يدعو إلى الصالحة يغفني كالون ذان غدا حسيب ولا رقيب يغفلس سكينة وجلس الليل غيرة ولي اللي قيت السعر فويدة النسن وكان النسن التاريخ النسن قبل وان الخير دان الدولة ولا جلالة النامين كني الدولة ما غمتنا على مستوى مجموعة الواجهات باش تضو صغارات أتسكر منتظر كل سكر من تتميز العالم
المتحضر، ولكن لخيرنا خصت هذه المدة النضال يخصص بعدا المساندة الساكنة المحلية زوداء مدن اللي في نساو الغيدة كلوتن، يخصي اللي رفض لخيرنا رفضا عارضة معارضة شرسة. يقول لله والخير الناغ المغرب حد المناطق نظارنا غنوري ممكن أن نشكينا نسكن حتى كان المشروع غنى ولا حتى شي حاجة، ولكن يظن نعاون نكني في حين أن على مستوى الجبهات يظن النضالية المنظمات البيئية لحماية البيئة الخير لنا ما غنتباشا والنوعية الشركة تدفك شمس أساس المناطق اللي قتلها الساكنة الأهلية المناطق اللي غلان استروات الطبيعية المغرب، فنكني عرس نتشجع عرس نتكترش علاش القضية قضية ثمنة من الشارع داس كيمسة شكيمت، في حين أن القضية قضية مبدأ يعني الخير كل اللي يوقعنا على حسب تعليلني ونكي البسيط المتواضع اللي مسلم الله يستعمى دي القمزة لا القضية قضية ثمنة ونتنا الزنزان أيضا ازدرق بالزنزان يخفوا النسان على حسب الثمن يا سنف كان الجهات اللي لما تنسوا بعض صوت في صنصفها كانوا بالضبط الخدمات نعينا على نفخف عويد كالفلوس، وكان الخير لنا إيقا 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 إلا قيت ينا الإدلال الكرامة الإنسانية وفكان مزيغة اللي توسن الشجاعة السعن القوة وعدم التنازل على الأرض عشان نصوت الصراحة المطلقة من مجموعة المناطق أنا كنت نسكن من الخير من شهور الظلام لأنه سني الزيغ دينا نسكن لوزين ونغضنا كالمنطقة يسكت إيطايح وقال الوقور القضية العتيقة القضية ندوا كذا أنا بدنا نقول وانا عين نغضا يسنع المناطق النسن وكان رتناوي صغير للحلقة المفرغة غير للطمع غير للغضا غير ما قلت صدع لي للفوس فيه ما قلت غايدو مسكروت وغاين نزيد زغود حيث دنس المناطق اللي قتل الهشاشة الاجتماعية نطل الهشاشة النفسية العقلية اللي غسل ندلوت للذاكرة ولا الضمير، وكان الخير اللي كان كنس كنصور نفكي الفكر اما الخير الغالية نديل على المحكمة غالية تغيك لنساكنة غالية بيين الخيرنا إلا قيت القضية التمام إيه غاس نفكي الفلوس تغير كله في السن، وكان هذا زرية المدفع الذاكرة اللي تعرض كران وضعي سكريسي الذاكرة المهم القضية أن ما دام أقول قتل للمبدأ من الأول فالأمور التي كانت كان معك من الأسف، وكان غي وقت كان الطرف يعرض وانيا نزلوا كما كنت سكرنا والأمريكان دولاين غالبوا دنسني هذا كان نسكي غيكات صافيان الزيجيز يفضل غوني ناك اللاس دوس غيكنا، وكان الخيرنا الخيرنا زي كده ساكنا يخصد هذا يسكر القضاء تمحي صريفك يسكر الحكم صحيح أن كني حالك نسوى من حيط المبدأ، أما على حسب غير الغاية يقول لله نتي كنا يكون من الملف أمام القضاء كنا كذي صدرنا الأحكام بدفوت الوثائق ليري محصل جميع الأطراف كل الناس الانصلاة قد السند الاعتبار اللي فيه اعتمد القضاء باش يصدر الحكم لصالح الجهة المخطى نظري لمدينة الحجاج نبدناد الخيرنا اللي نقدمنا أمام القضاء ماني كانت قانت ميقان الحجية نصنت الصدقية نصنت أكون كل حر ربي أقول لي الزنزين ولي قصد الزنزين ولي قصد الزنزين كله كنا بنوش كاس المنطق كيف كان ربي المشاريع ولا بدوي الله فارج دوين السيمة المشاريع التنموية اللوزينات افكار بالمشاريع اللي قالين اللي تحترمني المعايير البيئة احترم البيئة احترم الأشجار احترم الإنسان احترم التاريخ جميع هذه الفكرة اللي دارك اللي لها النورس كي ماشي هي هذيك بعدها أولا المنطلق نسيقى خاطئ لأن الشركة الناس كا شركة اللي يا تغطي اللي قالين الأعداء البيئة غلقاء العالم كله فرنسا غير الولا غير تسكر لوزينات الناس يا سيدي هاد الناوين كنا يسمعونا عليه بنا يا ويلي تيضر الشين ويلي صوت تيضر غير غتميزو عليا هادنا ردت لكم المغرب الثمن اقل غالي تستعدل الغني وكان تيميزهرنا خصاص نتجنب المشاريع الملوثة للبيئة والملوثة للأضرار الصحية
عيطني درت كان الطبيب سكر وليني تمغاري في حين نقان مئات النقان على الاصل نشر الامراض السرطانات الاوبئه وما ولينا عيط مسكين جمعتنا قلت له غنساوي العام فرع غنساوي العام بينه الين المشاريع افكار ربي المشاريع الشركات الانتاجات كلوزينات اللي تحترمي المعايير البيئه هو الوصله اللي كاين لنا تساوي مصباطون تساوي مبسم تساوي متولي تساوي بعد الفتنه كراتون تبضو من العائله تبضو مولينا سول تشبههم في الحاجه اللي غير نولي لي الحق الخير هاد النون تسن زما دار الحق دابا داروا لي الخير ديال الشغل النون ولكن هو ديك هي الموقف هي المشروع اللي سوليت سي وصيت سي وسكر على المنطقه نهائيا لان دارت اضرار بيئيه بعثيره في الجميع وبعثيره في المؤسسات العلميه والخبراء هادو تسمى قلت كي غير سبق الخير لنا على مدى سبق التميزان اللي صفات لنا الاعاقات الجسديه هادو راه تبين الخير لنا كي غير نسينكر هاد الاجيال سبق المنطقه اللي في اللي سكر غدا الماء المستشفيات افضل المستشفيات من السرطان وكان بدا ما خصو يسول كان الجميع تيتني الحاجه اللي كان السيوزن وقل النص دي من سعادة ستدي هاك دي ستنين الموت ولا المدل للإنسان هذولي سكس الفقر هي السبب هي السنز دي من نس كله تسنز الشرف النس دولينا تغيرنا قلت لك ما يلد على أخبار النور الفقر هو أنه الجيع كان متن فقراء أما غنقلنا فوس دفوس سكن تعاونت الدولة المشاريع التنموية المحلية ولكن المشكل النون يخصى ما نقولت كيميان ما نقولت تمون ما نقولت كيما في صغوفوس فكذا يخصى بلاد ما يسمو كل العيوب الناس ولا نحط غير الشركة الاستعمالية واش كاد الناس تسكري كذا على خير تفكير الصداقة تسكري أنا لو نفكر بالنسبة لي هم نتنهنو الفكين والو حتى شي حاجة غاتستغل لا نكون أبشع نوع الاستغلال وكان سمحتي الله يجازيك بخير شكون الطريقة لمعالجة الأمور إلا المشكل اللي راه القضاء إلا المشكل الاتفاقية كرات ونديسن إلا المشكل اللي كان مشكل مبدئي الموقف مبدئي أتوت الشمس على الخير كيف كيعيط الموقف نيو وفلاك فرد غات قبلت ورفلت فرد قبل وينت كنكني غادي كاع موقف نفكات غاية الإشكالية اللي لا اللي سيدلو لي خصها تدي أصلا نهائيا على المنطقة جزون كوماتون مدعين محمد تحية للجميع تكشف الستارة عند على واحد جريمة عظيمة يعني كما قال سي أحمد هي الجريمة البيئية ديال السماح بإنشاء هذاك العمل في هذه المنطقة بالذات جريمة بيئية بكل المقاييس اللي كيف قال سي احمد انه الاثار ديالها الحاليه اللي يعني شافوا الناس شافوا واحد الفائده ديال شي بعض الدرهمات الى اخره ولكن ما غاديش يحسوا بالاثار الحقيقيه وخطيره جدا الا بعد مده بعد ما غيتقضوا هذوك الفيروس وغادي يبان سبيلو ما تهربش من هذا نقول الحق راه كاين هشاشه كاين الفقر السبب اللي جعل الناس يبيعوا كذا شيء الى اخره هذه امور كلها كيف يقول الناس واحد يعني الكرامة نتاع الإنسان أنه ما يبيعش رخيصة وما يبيعش بفلوس يحافظ عليها واللي ما حافظش على الأرض ما يقدرش يحافظ على الكرامة ديالو وهنا قلنا أنه كيف قال السي أحمد راه ماشي بعيد بزاف باش كنا شلنا واحد الجريمة راه تتم ديال هاد الجرائم ديال هاد إنشاء هاد المصانع تاع السيما ديك الجريمة ديال السراب العجلات المستعملة من إيطاليا باخرة برمتها صورتها إحدى الشركات ربما تكون الشركة اللي مع النزاع الحالي عندها عدة مصانع في المغرب ما عرفناش لينا مصنع الصورتها باش كيحرقوها ياخذوا منها الطاقة باش وتعرفوا العشر صحيح من هذاك الشيء انه كيحتاجوا واحد الطاقه كثيره وان الطاقه
تكون راه شركه تجاريه هذه راه خصها تربح، كتحاول تقلب على شي مصدر ديال الطاقه اللي يكون رخيص، وكيحرقوا داك البنوات في دوك الافران، وراه ما شاء الله تيخرج داك الشيء بواحد كثافه ديال السواد نتا واحد اخرى سام وخطير، وتمشي المئات ديال الكيلومترات. و اول ما كنا كنشوفو غير بيبقوا داك الكاريير غير ديال الحجر، وكان كيألم هذاك الشيء كيفاش ولا داك اركان وديك المرات قد ديور دوك السكوان اللي قرب لي غير هذاك الشيء حجر مقلع ديال الحجاره، وبالاحرى هذاك سمو نتاع السيما كيتطحن تطحن الحجاره يعني كطيب الحجاره في الافران وكتطحن بواحد الطاقه حراريه اللي كتخدم شي مواد جد سامه الى اخره. ايوا تصور هذيك المناطق اللي كانت من احسن البيئات او من احسن المناطق البيئيه في المغرب بما فيها من نباتات عطريه وطبيه اللي كيستعملها الناس في الطب الشعبي وحتى في الحديث في عده استعمالات، وشجر الاريان وزيتون اللوز والحيوانات والعصافير الى اخره والبشر الى اخره. هادشي كله فعلا الناس ما ردوش ليه البال، كيشوفوا غير بعض الديالات الى اخره وترتكبت هذه الجريمه. على اي كيف ما كان الحال، لانه دابا اللي تعمل تعمل، غير فقط بغينا نشيروا بعض الامور، انه ذاك الناس اللي باعوا الملك الخاص نتاعهم على بعد ما طلعنا هذيك الوثيقه انطلاقا مما شفناه حنا في الوثيقه اللي لاحسين اللي كان كيقول انه هو اول المواطنين الى اخره، فاذا به الان باو كيتكلم كمود يعني بحال كيتكلم بلسان الشركه، هي حال في مواجهات الناس الاخرين اللي كانوا محرومين من ديك الاتفاقيه اللي تعملات ديال الاستغلال ديال 99 سنه مع الشركه. هذيك الاتفاقيه سمعت شي اخ لم اتذكر اسمه قال لك انه الان كان يمكن طعن فيها انذاك، ولكن الان دار سنه 19 يمكن هذيك تبرمط في 13 ولا 12 ولا شحال راه فات عليها التقادم، ولكن كاين واحد الملاحظات قانونيه غادي نقولها على ضوء ما شفت وما سمعت هنا في هذا الفيديوهات من توضيحات، خاصة لما دخل الأستاذ مصطفى اللي تعينوب على هذاك الناس المعتقلين اللي كانوا معتقلين وتم الإفراج عنهم دابا بصلاح موقت على حسب الكلام ديالو وعلى حسب هذيك الوثيقة كما شفت من الظاهر ديالها، إلا كانت هي هذيك الوثيقة الحقيقية ديال الاتفاقية ديال الاستغلال لافارج ديال 99 سنة هذاك شي محل أو شي موقع يعني تبرمت الاتفاقيه مع واحد جوج ناس كممثلين ديال الملاك ديال هذاك الموقع باش داو لهم الصفه الى اخره باش يسمو نفوسهم راهم ملاك الى اخره. راه تكلموا الاستاذ على داك الشيء انه راه ما يمكنش شي واحد يجيب واحد اللائحه ديال توقيعات والبصمات ديال 50 واحد ولا 60 ولا كذا، في حين انه كاين واحد الالف ديال السكان ولا اكثر ولا 800 ولا ما عرف يعني إبرام العقود بشأن عقار سواء بالكراء أو بالاستغلال بأي طريقة من الطرق، كراء طويل الأمد 99 سنة يتبرم العقد. أنا ما كان ذاك سموه اتفاقية ديال الاستغلال وسمها فيها أنهم تيمنحوا الاستغلال 99 سنة إلى آخره، وبحضور الكاتب العام ديال العمالة وجوج نتاع الأشخاص اللي جابوا ذيك اللوائح بأنهم تيمثلوا السكان بلوائح فيها البصمة وفيها التوقيع. هادشي راه ما يمكنش يتم إلا بتوكيل واضح، التوكيل الواضح. أنا أقول انطلاقا مما رأيت ومما سمعته على لسان الأستاذ مصطفى من هيئة أكادير تنشكرو، خص تكون توكيلات واضحة وكذا معروفة الشروط نتاعها باش يمكن لهاد الناس يكون رئيس جمعية ولا يكون في الجماعة عضو جماعي ولا غير ذلك، راه ما عندوش الحق باش يمثل الناس كيما الناس انتخبوا باش كيمثلوا في الجماعة مثلا في إطار العمل ديال الجماعة، انتخبوه باش كرئيس جمعية أو عضو جمعية أو في إطار العمل الجمعوي، هذيك عندها قانون وهذي عندها قانون، ولكن راه ما عندوش الحق باش يبدا يفوت داعي بعدا
النيابه بدون وجود نيابه حقيقيه ويبدا يفوت عقارات ديال عباد الله باي شكل بلا شكل حتى بداك الاستغلال كما سماوه في الاتفاقيه لمده 90 سنه. وهنا غادي نعاود نرجع انه راه باقي الحال بكري على هذيك الوثيقه ديال هذيك الاتفاقيه باش تبطل، لانه راه كاين البطلان المطلق ديال العقود وكاين الابطال. فالابطال هو اللي كيتقدم بواحد السنه يعني بشروط، ولكن الباطل اتفاق الباطل عقد ما كان نوعو او اتفاقيه باطله بقوه القانون راه لا يتقدم الطعن فيها، ويمكن الطعن فيها غير مجرد الدفوع ماشي ضروري حتى ترفع فيها دعوة ديال الابطال. هذيك راه باطله بطلان مطلق بقوه القانون لا تقدم، لانه ما عندهاش واحد الشكل. ثم كنفهمش شركه تجاريه كيجي واحد ما مطلعش على الساتي ديالها او القانون الاساسي ديالها باش يمكن لي يحكم عليها واش، ولكن في غالب الاحيان شركه نفاج معروفه شركه فرنسيه فيها مساهمين تجاريه الى اخره، تيكون واحد دوك جوج الناس اللي قال لك ممثلين تاع السكان وكيت العماله. يعني ما فهمتش يعني الموقع ديال كاتب العمل العماله حتى هو في هذه الاتفاقيه باش نصفها في شركة تجارية مع أشخاص. ولكن هذا ماشي هو باب البطلان، البطلان هو ذاك التمثيلية ديال دوك جوج ناس اللي قال لك تيمثلوا السكان وعندهم لوائح ديال التوقيعات، هذا ما هادشي باطل. وشنو المقابل ديال هذاك الاستغلال إلى غير ذلك إلى آخره، هذيك 540 ألف درهم أعتقد ولا شي حاجة بحال هكا قال لك غادي يديروا بها مصاريع إلى آخره، هذاك الشيء كله باطل. وشفت ذاك الاخ اللي العفو انه بعد ان ناكدوا على القضيه ديال هذيك الوثيقه باقي جزء طعن فيها بالبطلان في اي وقت ما كاينش تقدم، لانه راه باطله بقوه القانون ما عندهاش شي قوه قانونيه باقي بكلال حتى مجرد الدفوع كدفع لتوجيه هذيك الوثيقه ان هذه الوثيقه باطله لانه ما عندهاش الشروط القانونيه. والتعريف على البطلان ما كاين شيء سنة هي الإبطال هو اللي فيه سنة في العقود التي يراد الطعن فيها، أما الوثيقة الباطلة بقوة القانون يعني لم ترد على الشكل القانوني فهي يعني التقدم لا يطالها، فيمكن إثارته خاصة فيما يتعلق بالدفوع في أي وقت كان. سمعت هذاك الاخ يقول لك من بين الفوائد ان دخلوا لهم الباء والضوء وهذا الى اخره الطريق وعطاو الشكاير يعني الى اخره، وانه الشكاير يعني عجبو هو انه الشكاير تيحملوا ديك العلامه ديال الشركه المحليه. هذا راه استغلال اخر من يعني استعمال التلاميذ في المحافظ نتاعهم الدراسيه في الاشارات الشركه، راه خصو يعدى عنه وباتفاق الأولياء ديالهم ماشي يؤدى عن باتفاق، ماشي راه هما فرحانين ذاك السيد فرحان لأنه أعطاهم الشكل وفهم السمية ديال الشركة. ولهذا هذه غير يعني الأمور اللي رشحت من ديك الجريمة الأولى اللي هي الجريمة البيئية، وهذا الشيء بدا غير كيتفرع عليها، وهذه غير الآثار القريبة، ولكن باقى الآثار البعيدة اللي هي صعيبة بزاف على صحة المواطنين وعلى البيئة وعلى إلى آخره كما قال السي أحمد، وراه أمر يعني من الخطأ بدا من تما. الناس تعتقد أنهم باعوا ثمن مزيان وأنه إلى آخره بدا مزيان إلى آخره، ولكن المصيبة العظمى راه جاية مستقبلا من غير هذا الشيء اللي واقع دابا، وغيتقاضوا هذوك الريالات ولكن المصيبة غتبقى تستمر أجيال وأجيال. الله يطفي بنا الله يهدي مخهم. وتنشكر الإخوان على الحيوية ديالهم والنشاط ديالهم. وهذا هو إلى المتقف مناسبة أخرى وشكرا جزيلا. كذلك أكون كل يحفظ ربي أشكر بصفة خاصة الأستاذ محمد مدين ونولي الأستاذ محمد مدين أتي الذي نغى المجموعة عن السيد ناسدي قويتي حيكا قدور وقشقال غيتي حيا إيه يانغ القيدومين المهنة المتاعب المهنة المحامات
اللي تشرفني أقبل نيت إحياء المجموعة القبائل نيت صواب إلى محامي هيئة الدار البيضاء إيان كيكنا وكان في التعذار غير هذا الدوري كشر لظروفه الصحية والعملية لالتزامات الناس وكان عرفنا التحيو في تدخل لليسكر توضيحات من اليسكر إيات ومس قدلت المشكلة اللي يسندال من الفرج أتفكى قطارة القانوني الواضح والصريح بدنا دلي الدليل لمشكلة الشركة الفرج يخصتنا لكم الأوديو الأستاذ ملايين باش هاد السن بلي أن العقود من اللي لانين تكا باطلة بقوة القانون غير اللي شرح الأستاذ ولا يطالوا هاد التقادم لحقا نسني إلا دارس نكون نارا بغض النظر على الملفات اللي غلا الاعتقالات اللي قلت المتابعة القضائية بكليسي بين الأستاذ بناء على سن النصوص من القانون الجنائي المادة 288 المادة 570 التي لا تنطبق وواقع الحال وكان يكمل الأستاذ ملايين التدخل على الموقف القانوني والمركز القانوني من جميع المتضررين لأن المركز القانوني سيجا مركز قوي العكس غير اللي يتصورني وأن الموضوع هذا يمكن أن تفتح أي ساعة بالالتجاء باللجوء لهيئة الدفاع اللي ريسك الترافع من أجل إبطال الاتفاقية الليغانين باطلة بقوة القانون ليوري للتقدم وإعادة طرح الموضوع إما لتصحيح العقود البيع وإتمامها بالشكل القانوني وتعويض الناس كما يجب وتعويض الجميع وكان الخيرات هذه وليقوا العيب أستاذ مدين اللي غير شرح الخيرات هذه فكا رأي القانوني السديد هنبدنا لحق الناس مازال مضمون أسنالا وردنا قصد قبل تكلم في ربي انتقاء الجهات اللي سيخصص تنسكين سكرم الدفاع الناس هدارس الأستاذ مصطفى بعدان قريت نبغى الملف ممكن يكمل في المساطير يخصتنا عارض السن مدلان أضمن الحقوق النسن كاملة غير منقوصة وكان شكوى اللي فكر بغي لدي فكات المعملية تيرسكر ولكن لحق نسن هذي ورسا يضيع لا ويزورن ولا ويقولن وكان الأوديو وسدنا الأوديو اللي غيسكر الأستاذ مدين تفسير هذا أعتذر الإخوان اللي دلنت العلاقات ديت يسن دلن أمس قلت بالضبط اللي غير المشكلة هذا سنصلكم الأوديو الأوديو الأستاذ مدين تسولني الخير هذا باش السن لأنه الحقوق النسن يعني لا درس الملكة ستستوين أمام القضاء ولا الاعتقال كاملة في القضاء لإسة نصف إصدار سن الحقوق النسن لأن الخير هذه اللي ما يسمى في القانون الغبن أو الغبن يلقيت انتزاع العقار من حيازة الغير يلقيت الاستيلاء بدون إتمام عقود البيع بشكل قانوني واتفاقية باطلة بقوة القانون وكان المهم كل يوم نوف متناد أسنتني أصدق ما تذكر ويكالي سعصن كنتني ها الحقوق من ملانا ومتمدن ذوي الاختصاص ولكم واسع النظر كن كل أحد ربي تدميرت من جميع وكان كذلك نتشكر إتمتنا بلوت السي بوصبير السي سعيد بومليك السي أسامة الأمين كل الإخوان مولاي عمر كل الإخوان اللي تدخلين ولا أقول لي سبيدنين مولاي محمد العربي جميع الإخوان أكون كل أحد ربي السي وكريم وكان نتشكر بصفة خاصة مددنا قوتنا السي عبد الله نبيه اللي ناصر للحق أتحفظ ربي رسنتني هو الله يكبر بك يزنك نكني راه الإشارة للجميع صغير المعرفة المتواضعة والتجربة المتواضعة ولا غنتيني إصابة تملك الحقيقة ولكن غير اللي من سنتيرة تنا وكان سيدنا سيد ربي في الجميع هو نتني سن خائنة الأعين وما توفي الصدور أكون كل أحد ربي تنميت من جميعنا.